أما عن الملاعب العربية، فالمنتخب السعودي يواجه نظيره الإماراتي في تصفية آسيا المؤهلة للمونديال. يسعى المنتخب السعودي بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لاقتناص صدارة المجموعة الثانية، والتي يتقاسمها مع أستراليا برصيد 7 نقاط، عندما يواجه نظيره الإماراتي صاحب المركز الثالث ب6 نقاط بفارق الأهداف عن اليابان مساء اليوم باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة لتصفية آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وفاز المنتخب السعودي في المباراة الأولى على تايلاند بهدف مقابل لا شيء، وفي الثانية على العراق بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثالثة مع أستراليا بهدفين لكل منهما، فيما فاز منتخب الإمارات على اليابان بهدفين مقابل هدف، ثم خسر أمام أستراليا بهدف مقابل لا شيء، وفاز على تايلاند ب3 أهداف مقابل هدف، ويسعى الأخضر للفوز قبل مواجهة اليابان نوفمبر المقبل، فيما يسعى المنتخب الإماراتي للفوز أيضا للدخول في المنافسة بقوة. يعود الأبيض وتعود الابتسامة ويعود عيال زايد مرة أخرى. الكرة اللي لعبت صح صح، هذا ما نطالب منتخب الإمارات فيه. كرة ملعوبة جميلة، شوف كرة عمر إلى علي مبخوت، موجود يا سلام. روروا يستقر على فسخ التعاقد مع السربي رافيتش مدرب منتخب الجزائر. قرر محمد روروا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم فسخ عقد ميلوفان الصربي رافيتش مدرب المنتخب الأول بالتراضي بعد 3 أشهر فقط من تعيينه مدرب للخضر، وبعد قيادته لهم في مباراتين فقط أمام ليسوتو والكاميرون. وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن روروا عقد اجتماعا طارئا أمس مع الجهاز الفني، انتهى بالاتفاق على فسخ التعاقد مع التعادل أمام الكاميرون الأحد بهدف مقابل هدف بتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال، خاصة بعد الأزمة التي نشبت بين رافيتش واللاعبين خلال اللقاء، وصعوبة استمراره في ظل تمسك اللاعبين برحيله، وعدم تحمس المدرب للاستمرار على أن يتم الإعلان رسميا عن فسخ التعاقد غدا الأربعاء. ارتياح في السالمية الكويتي بعد نقل مباراته أمام العربي لاستاد جابر. سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لفريق السالمية الكويتي بقيادة محمد هليس بعد موافقة لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي على نقل مباراة السالمية أمام نظيره العربي في الجولة الثالثة من منافسات دوري فيفا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل من استاد ثامر إلى استاد جابر الدولية، حيث يسعى مجلس إدارة نادي السالمية لتواجد أكبر عدد ممكن من الجماهير في المدرجات في ظل شعبية الناديين الكبيرين وكونه يملك حق تنظيم المباراة وتحديد الملعب. وكان مدرب العربي فوزي إبراهيم قد رفض اللعب باستاد جابر في المباريات التي يكون فيها ناديه صاحب الملعب هذا الموسم. مشاهدينا، انتهت أخبارنا العربية، فصل قصير ونروح لأخبارنا العالمية.